وأيضا ألفت النظر إلى نقطتين. هناك كثير من الدول رغم ما حصل ما زال اليمني ينتهي. نقطة أخرى أنه لم تظهر مشكلة اليمن عالميا إلى دول أخرى وأثقلت عليهم، ما عم قلتش أثقلت، عفوا يعني أعتذر عن هذه الكلمة، وكانت يعني في دول أخرى مما ظهر أو أظهر أو ساهم في إظهار هذه المآسي إعلامية للقطاعات ليس في اليمن فقط ولكن على المستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. للاجئين على مستوى العالم من أبنائنا وإخواننا من أرتيريا وأثيوبيا والصومال، الشغل الإنساني يوما ما كانت أداة لتقديم الفقر اللي كانت سابقا، نقولها حتى تعلموا أننا في الإسهام لتخفيف معاناة أبناء شعبنا اليمني، وأشد على أيديكم لإنجاز كافة الملفات الإنسانية والتعليمية خلال انعقاد مؤتمركم، وأنا أثق بقدراتكم وجهودكم الصادقة معنا. لا يخفى عليكم أنه بعد 8 سنوات من الحرب في اليمن أصبحت بلادنا تعاني من إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ المعاصر، حيث يحتاج أكثر من 20 مليون إنسان يمني إلى المساعدات الغذائية وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية اللازمة، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين نازح. كما يطيب لي في بدء كلمتي أن أتوجه بالشكر والتقدير للوكالة اليمنية الدولية على جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا المؤتمر الذي يبحث الأوضاع الإنسانية في اليمن الشقيق، وعلى وجه الخصوص في القطاع التعليمي، ومساهمات المنظمات الإنسانية ومؤسسات العمل الخيري في هذا الجانب الحيوي في حياة الأفراد والشعوب. فالتعليم بلا منازع هو الركيزة الأساسية في بناء الأوطان ونهضتها، والسر وراء تقدم الشعوب ورقيها، والوسيلة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة لكل أمة واستقرارها. لذا فإن التعليم بلا شك هو المدخل الواسع لمستقبل أفضل، والسعي لحصول كل أبنائنا وبناتنا على حقهم في تعليم جيد هو استثمار أفضل في غد أفضل لهم ولأوطانهم. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. I think it is better to speak in English because it will be more easy for many of you to understand more than Turkish. I don't want to talk about what we have done as a İHA in Yemen, and I don't want to talk about what is happening in Yemen. All the world is witnessing what is going on. How many thousands of people have been killed? For what? For nothing. It is definitely not related with the Yemen. And it is our obligation to stand with Yemen. Today, just few sentences I want to share with all of you about Yemen. And it will show my trust that brothers, Yemeni brothers, can succeed again. Many times I have visited Yemen, and Yemen is one of the best countries I have seen ever. And I trust too much that how successful civilizations have been done by them. Yemen, biliyorsunuz, İslam dünyasının en mazlum ve en mutlu ülkesi olarak yer almaktadır. Bu vesileyle bu 10 yıldan beri süre gelen karışıklıklardan ve yıkımlardan dolayı İslam dünyasının başta Türkiye olmak üzere bu ülkemize, bu halkımıza, bu kardeşlerimize desteklerini devam ettirmeleri bekliyoruz.